استاذ احمد سليمان اخو عز اتضرب وعلقت موت ليه؟ واستاذ احمد سليمان لما كان في السجون، سيبك من عذب الناس، اخبار مجدي يعقوب معاه ايه؟ استاذ احمد سليمان هيدنه كده طول عمره. انا متحمل ليوم الجمعه، بعد يوم الجمعه مش هيطلع بالبنطلون بتاعه من الاعضاء، مش هيخلوه يروح من غير بنطلون بامر الله، من غير بنطلون عشان مصر لا تتفرج على قليل الادب من الاعضاء. بلاش انا ما فيش صحه الا بنطلونات. ريس من رئيس ان شاء الله.